كافيين كابتي الموجة على 91.5 على 105.6 وال 95.2 FM وزيد في الصوت راديو كافيين. ألو سهلا، مرحبا من جديد. مواصلين حوارنا مع أستاذ العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية ونائب رئيس سابق بلجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة الناشط الحقوقي حاتم قطران. مرحبا من جديد. كنا حكينا على مسألة حجب الأعداد، هل هو هذا بالفعل هو الإضراب أو شكل من أشكال الإضراب؟ وحبينا نتعداو إلى الإضرابات اليوم السياسية اللي ربطناها بالنقابة والسياسية اليوم في 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 الكوجينة متاع الاتحاد، معنا في داخل أروقة الاتحاد هنالك مبادرة اليوم لحوار وطني يتبناها أو يرفضها السياسي، وقعدنا نتابع في تجاذبات اللي موجودة. سيد حاتم قطران، كيف ترى هذه المبادرة؟ هل بشكلها العادي؟ هل المناخ اليوم قابل وأنه ينجم يقبل مبادرة خارجة من دائرة السلطة الحاكمة اليوم؟ تفضل سيد حاتم. شكرا أخ حميد. شوف، هنا نرجع إلى الدور الوطني للاتحاد الذي يعني واكب تطور الدولة التونسية منذ قبل الاستقلال من الحركة الوطنية، ولكن منذ الاستقلال قلت لعب دورا أساسيا في وضع مخططات، ساهم في بناء أركان هذه الدولة وفي المحطات الصعبة، وذكرنا آخر محطة كانت في 16-17 لعب دورا إلى جانب منظمات أخرى لإنقاذ البلاد. لعل تونس اليوم تعيش في وضع تحتاج فيه، يعني بكل تواضع من قبل الجميع لابد أن نفهم أننا نحتاج إلى إعطاء أولوية لإرساء خطة حقيقة لإعادة حوكمة البلاد وإنقاذ والبناء خاصة للمستقبل. والاتحاد بالطبع لأنه مهتم بالشأن الوطني ولأن وضع البلاد سينعكس على وضع العمال وأفراد أسرهم، نهاية الأمر ليس هذا تحرك سياسي بالمعنى السلبي، لا، هذا تحرك وطني، وتساند في ذلك المنظمات الوطنية مثل يعني الهيئة الوطنية للمحامين التي تلعب دورا اليوم أساسي حقيقة، يعني اليوم بالأساس في كل المحطات سياسيا هما المنظمات هذه نلقاها موجودة. نلقاها موجودة، وحقيقة الهيئة الوطنية المحامين رجعت لي، رجعت مع كل احترامي لعميدنا وصديقنا وأخينا إبراهيم، لكن اليوم يعني حقيقة تلعب في دور هام، نراها تناصر عمرها ما كانت بيد السلطة الهيئة المحامين، عمرها معنا في تاريخ يناصر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، هي دائما تقف إلى جانب قضايا الحق، دولة القانون، دولة الحقوق، وتبني كذلك وتساهم في القضايا الوطنية. وحسنا تفعل لما سنرى هذا المجهود، الآن لا نعلم، ومعها منظمات أخرى، يعني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق، لا ننسى أنها مثل الاتحاد ومثل يعني هي أعرق رابطة في إفريقيا، يعني هذه من سوهاش دورها الوطني في كامل المحطات، كذلك تستعيده اليوم، وهذه منظمات شهد لها بدورها الأساسي، فيمكن أن تلعب دورا لتساند الدولة. إن شاء الله يكون وقت، أنا كتبت في هذا يوم 16 جانفي مقال في باب ثاني، كان العنوان أعطاء الأولوية لإرساء خطة طوارئ للحوكمة والإنقاذ الوطني والبناء، يعني لابد هنا وسننتظر، لكن لابد أن تساهم كل القوى الحية والشخصيات الوطنية في حقيقة إيجاد الحلول، لابد من تنقية الأجواء السياسية، حتى لأن الوضع الاقتصادي تقريبا تونس لهم من الخبراء ومن الكفاءات ما يمكن أن يرسموا الخطة الوطنية بكامل المسؤولية، وحينها سترون الاتحاد يلعب دورا إيجابيا مع اتحادات الممثلة لأصحاب العمل والعمال. أنا أدافع عن مشاركة واسعة النطاق، أنا أرفض
أنا أناصر التعددية النقابية من جانب أصحاب العمل والعمال، هناك نقابات أخرى يمكن أن تساهم، ولكن دور الاتحاد العام في الشغل سيبقى دورا. سيد حاتم، ولكن هنالك السياسية اليوم هو في كل في كل هذه المبادرة هي سياسية بامتياز، ولكن طبعا السياسية اليوم ما فماش إجماع. نشوفوا حتى نقرأه اليوم في جريدة المغرب رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي يقول اتحاد الشغل يضع نفسه تحت سقف الانقلاب ونحن لا نتفق معه في تقديم المبادرة إلى أصل المشكل، هو يقصد في رئيس الجمهورية. ليه طب سمحني يعني، وكل الاحترام والتقدير لسي أحمد نجيب الشابي، وأنا لي يعني صديقة حقيقية يعني طويلة المدى، ليس المجال الحديث فيها مع هذا الحقوقي حقيقة يعني، لكن يعني خلينا نبني والتونس يعني المستقبل، لا نقوم بالهدم فقط يعني، لا 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 أريد أن أتهم ثبت الخلاص لا فقط. أعطيت إكزامبل لأنه زاد فما الحزب الدستوري من جهة، أنصار الرئيس من جهة أخرى، الكل يعني السياسي اليوم ماهوش الكل متفق بنسبة كبيرة حول هذه المبادرة في شكلا مضمونا، مازلنا ما شفناش. أي لكن تغليب المصلحة العليا للوطن وخاصة إعادة إرساء الشرعية والمشروعية نقول الدستورية، يعني مررنا بخطوات حقيقة ورأينا عواقبها ورأينا أن لم يكن هناك استجابة للشعب التونسي بما حصل بعد 25 جويلية، يعني كثير من القرارات المتخذة لم تكن مطابقة لدولة القانون والمؤسسات التي تعتبر تونس من الدول المنيرة في محيطنا على الأقل، فلا يمكن أن لا يمكن أن نصلح الوضع أن نصحح الوضع من جديد، ولكن على كل أن يقترب من الآخر، هذا وقت للتجميع وليس التفريق. نعم، وهنا يعني الحكمة تكمن، هنا سيذكر التاريخ من لعب دورا للترميم وليس بالهدف الإقصاء ولزيادة توطين الأوضاع في البلاد. نحن نحتاج حقيقة إلى إبرام عقد جماعي يعني للإنقاذ الوطني، والبناء ملزم للجميع، يكون بمثابة دستور حقيقي للمرحلة هذه الاستثنائية التي تعيش، هو نتفق حول المراحل القادمة، ولهذا يجب تنقيط الأجواء السياسية. واضح. ثم الحكومة كانت هذه معززة وحكومة أخرى يعني قد تكسر، ليس لي أنا أو غيري، هناك لابد أن يجلس الجميع وراء طاولة وأن يضعوا مصلحة البلاد وخاصة الأجيال القادمة. نحن لنا مسؤولية إزاء الأجيال القادمة حتى تبقى الثقة لدى الأطفال ولدى الشباب. سيحات أنا حبيت باش نكمل معاك في موضوع عنده صلة بلقاءات صاير اليوم، لأنه تونس اليوم في مأزق محلي، يعني قاعدين نراو سياسي محلي يظهر لي مش سياسي محلي فقط، وقت اللي سوى الحكومة وغيره كل الأنظار تتجه للفمي والقروض وللخارج إقليميا ودوليا، وكأنه أصبحنا معزولين. وقت اللي نسمعوا لديسكور متاع رئيسة الحكومة في الجزائر مع الرئيس الجزائري، وكأنه ما نحكيه على بلاد ما هيش تونس، مش في والله كلام مهين فما اللي اعتبره يعني كلمة تونس. شوف حتى تلميحا لما ذكرت رئيس الحكومة قالت الجزائر وشقائنا في الجزائر راح نبتهج، تحكي على الجزائر تقول أنت الدولة الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار وهي البوابة الوحيدة حتى ينطلق منها مشروع ماتي هذا اللي تحدثوا عنه، وهو إيطالي كان لعب ربما دورا في إلى جانب الثورة الجزائرية، ولكن مشروع إفريقي إيطالي إفريقي إلى آخره، بوابة الجزائر في إفريقيا، والدولة الوحيدة التي تقول رئيس حكومة إيطاليا التي يمكن لها ثقة الاتحاد الأوروبي حتى تنهض بهذه المنطقة كلها، يعني منطقة شمال أفريقيا حقيقة نحس كلنا باللوعة، لأن بلادنا حقيقة يجب أن تكون هي في المرأة
الأولى. لا والإشارة إلى تونس من ضمن دول بعض الدول إفريقية. أي إشارة إلى تونس كان دولة يعني عدم الاستقرار. أي مقلقة والعالم أنا متأكد أنه لو وضعنا اليد كل القوى الوطنية ووضعنا مصلحة العليا للوطن كل مؤسسات دولية راهي حقيقة تنتظر في هذا الدفع الوطني سنراها تقدم الدعم لتونس صندوق النقد الدولي باقي الدول الشقيقة العربية الغربية الصديقة ونحوها سنخرج من هذه الأزمة وسنتمكن من وضع خطة وطنية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والرفاه الشعبي. هذا كل يقعد كلام سي حاتم وقت اللي على أرض الواقع وكأنه تونس ضايعة اليوم. فيش تمشي تمشي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في ليبيا اللي مقاطعته اليوم منضوي تحت جامعة الدول العربية مقاطعته جامعة الدول العربية تمشي تلقاها موجودة مشاو عملوا تصويرة ونرجعوا نسمعوا كلام يتقال يعني معناه كلام عادي يتقال معناها في من رئيس حكومة إيطالية في دولة شقيقة في الجزائر وما فماش موقف معناها ما فماش موقف واضح يخرج مع الأسف يعني تونس التي تونس حائرة اليوم وتونس ضايعة كيفها حتى ينسجوا على منوالي وأنا راني كنت في الأمم المتحدة وفي أحد اللجان الأممية وتابعت كيف أن صوت تونس يعني كان دائما مرفوعا ومسموعا ومحترما في كل المحافل الدولية. علينا أن نتراجع خطوة إلى الوراء وباب الحريات والديمقراطية والحقوق هو باب أساسي راهو كل من يريد أن يضيع علينا هذه الفرص وهي مناسبة الإشارة لهذا المرسوم 54 الذي الذكر اللي هو راهو مرسوم أنا لو حذفنا منه الفصل 24 من أحسن ما كتب لمقاومة الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الجرائم ضد الأطفال. أنا شخصيا وكبت طريقة إعداد هذا القانون يمكن نقول أنه في المراتب الأولى من القوانين التي تحمي حقوق فئات مثل الأطفال من كل ولكن هذا الفصل الفصل 24 اللي فيه الفصل 24 معناه يضيع كل شيء يضيع كل شيء أدخل عليه أسقط عليه لا علاقة له بالجرائم الإلكترونية. هذا جاء يعني ليضيق من الحقوق والحريات بعد أن أصدرنا المرسوم 13 و14 تعرفون هذا في مجال الصحافة كنا نريد أن نخلص قانون الصحافة من كل الجرائم التي تضيق على حرية الصحافة والفكر والنشر فأدخلناها من طريقة أخرى عن طريق قانون كانت غايته نبيلة مع الأسف انقلب ليصبح من أكثر القوانين التي نقول عنها أنها سيئة الذكر. ولو أني شخصيا لو تحذف منه هذا الفصل 24 يكون أكبر من أكبر المناصرين لهذا القانون خاصة بالنظر إلى حماية الأطفال من الجرائم التي ترتكب. ولكن في شكله الحالي نجدد رفضنا إلى هذا المرسوم سيذكر المرسوم 54 اللي يحد من الحريات. نشكرك برشا سيد حاتم قطران بارك الله فيك على كل ما فتنا به الكاتب والحقوقي والأستاذ المتميز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية نائب رئيس سابق بلجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة. شكرا جزيلا. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que...